السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأخبار من عاصمة الخبر، أهلا بكم. بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة للعاصمة المصرية القاهرة، ومن المقرر أن يعقد بلينكين محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. تأتي الزيارة في إطار جولة بالمنطقة تشمل أيضا إسرائيل والضفة الغربية المحتلة لمناقشة سبل التهدئة في ضوء التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية. دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في وقت مبكر من اليوم الاثنين في أغلب مناطق أوكرانيا. يأتي هذا بينما أعلن حاكم منطقة خاركيف أن صاروخا روسيا أصاب بناية سكنية في المدينة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 3 وإلحاق أضرار واسعة النطاق. جدد المستشار الألماني أولاف شولتز التأكيد على أن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. كان شولتز قد وافق الأربعاء الماضي على إرسال 14 دبابة ليوبارد 2 إلى كييف، وعلى السماح لبلدان أوروبية أخرى بالقيام بالمثل. قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية إن موجة الإصابات الحالية بكورونا في البلاد تقترب من نهايتها، وأضاف المركز أن أعداد الحالات المصابة بالمرض والوفيات في تناقص، كما شدد على أنه لم توجد عودة ملحوظة لكورونا في الصين خلال أعياد السنة القمرية. توقع وزير النقل الفرنسي كليمان بون حدوث اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام يوم الثلاثاء، وهو اليوم المقرر للإضراب الذي دعت إليه النقابات الفرنسية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد، حيث دعا الوزير الفرنسي المواطنين الذين يمكنهم العمل عن بعد أو تأجيل رحلاتهم إلى القيام بذلك. أكد بون أن الحكومة لن تتراجع عن موقفها بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وهو المشروع الذي سوف يعكف البرلمان على دراسته اليوم الاثنين. ختام الموجز، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.